مشاهدينا الكرام، متابعي برنامج الكاس والناس، في الحلقة الماضية كنا في ولاية الخابورة، سمعنا كلام مشجعين الخابورة وسمعنا إيش قالوه الخابورة هالخابورة واللي يشجعون فريقهم، ومن حقهم، أنا أقول من حقهم، فريقهم لأول مرة يصعد للنهائي ويلاقي من؟ يلاقي الجار، حتى يقول لك انا واخوي على ود عمي، وانا ود عمي على الغريب، الحين الاخوان بيتلاقون، الاخوان الجيران بيتلاقون في النهائي، وعلى ايش؟ على الكأس الغالية، على كأس مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس، اللي قال بنخوض البحر والفهد بيدخل البحر وبياكل الدغص وبياكل القرش وبناخذ الكأس، واللي قال وقال وقال. اليوم حن نبى نسمع كلام هالصحم، جمهور هالصحم ايش بيقول هالصحم، وايش راي هالصحم؟ فريق صحم، نادي صحم، هذا الفريق المتطور، ايش يقولوا هالصحم عن المباراة المرتقبة؟ خلونا نشوف آراء الجمهور ومحبي نادي صحم، هذا الفريق اللي احتضن الكأس الغالية في 2009 ويباها تكون الثانية. خلونا نشوف علوم الكاس والناس وحن في ولاية صحم، وحياكم الله. تعال باك شو بشلمك، الموج الموج الأزرق بيدخل عليهم في بيوتهم. الله أكبر، هذا هاشتاج يقول كلنا مع النادي. أنت لابس أصفر؟ أولا جدا، هذا أصفر نادي الخابور كلها يوم غاشي. إجابتك هذا الكورياتنا، هذا الكورياتنا، هذا الكورياتك. صحماوي جاي، صحماوي محمل الفوز وجاي. مشاهدينا، احنا على البحر، على الشاطئ في ولاية صحم، في قلب الولاية وعلى الشاطئ، وشباب جالسين يسولفوا ويلعبوا ومتقعدين على هالجو الحلو. لما تشوف ايش عندهم، ايش عندهم عن المباراة المرتقبة بين صحم والخابورة، تعالوا عندي. السلام عليكم. كيف صحتكم؟ لا حد يقوم من مكانه. لكم في الرياضة والله ما لكم في الرياضة. ها؟ لكم في الرياضة. هي نعم. حاضرين. في مباراة قريبة. نعم. بيلعبها نادي صحم. نعم. مع من؟ مع نادي الخابورة. الوالد؟ تعال تعال تعال. تعال أباك شوي بشلمك. أبس. شرد الوالد. رحنا أمس بولاية الخابورة. وهالخابورة قالوا بنهزمهم هالصحم. تعال والد قاعد تستريح. بنهزمهم هالصحم، هالصحم، وهالصحم سبق وانخضوا الكاس قبل كم سنة؟ نعم في 2009. نعم خضوه. نعم خضوه، ودار في هالولاية واحتفلوا، واحتفلوا وكل شيء، والحمد لله رب العالمين. نعم الكاس الغالي جات لولاية صحم. لولاية الصحم. نعم بالفعل. واليوم نعم. يقولوا في هذا الكاس. نعم. هالخابور يقولوا الكاس الماء. لا هذه الحكي ايش يقول؟ الكاس حلمي. حلمين؟ حصحم. واحد الموج 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 الازرق بيدخل عليهم في بيوتهم. الله اكبر، ايش اللي يخليك انت الحين عندك نعم. هالثقه الكبيره نعم. في ناديك؟ ثقتنا كبيره في نادينا، لاعبين بيعملوا الفارق وبيشلوا وبيرفعوا روسنا، وكلكم بتكونوا في نعم كلنا مره مسوين حمله. نحن الان مسوين حمله كلنا مع النادي، كلنا مع النادي، كلنا مع النادي هذا وقالبا. هذا هاشتاج يقول كلنا مع النادي، مع النادي. واحد قال بنلعب احنا بالفريق وشالين الكاس. من هو؟ من هو ده؟ واحد فوق بحر بخابور. رد عليه قول له نحن ترى الموج، والموج ما حد لهم يصارعه. هم يقولوا يقولوا إذا الفهد قعد 40 يوم في البحر ما قدر للبحر وكل الدغص اللي سمعنا اللي نحن نعرف الفهد ما يروم يدخل البحر بيغرق.
قلنا له يغرق بيغرق. قال لي الدغس ما يغرق. ها؟ الدغس ما يغرق. تعال باك شوي باك. تعال انت شوي. اقول وحيني بديهم ضربة الشلي وبتنشل بهم. وبياخذ الكاس؟ وبنشل الكاس ضحى الوحى. مرة. مرة. وبيدور. وبيدور. ها؟ بيدور. الوالد. الوالد كيف حالك؟ الحمد لله. الوالد بياخذ الكاس صحم ولا الخابورة؟ صحم ان شاء الله. قول الخابورة قول. صحم صحم صحم. انت من هين؟ انا من صحم. وتشجع؟ نعم. طريقك؟ نعم. بتروح؟ نعم. انت لابس اصفر؟ اول انا قدام. هذه اصفر نادي الخابور؟ بدلها يوم غاشي. ها؟ ببدلها يوم غاشي. اي لون بتلبس؟ نعم. حي الله لون. حي الله لون. زين انا عندي سؤال. قول. على من فاز صحم في الدور نصف النهائي؟ نصف النهائي فاز اول شيء. اول شيء فاز على بديه. على بديه. وعقب راح الشباب. وبع الشباب. وبعدين راح لمسقط. فاز على مسقط. في نصف النهائي. فاز على النصر. يا سلام. صفقوله صفقوله. ها؟ على وين على وين على وين على وين على وين على درب البطولة على وين وعلى وين يا نزرق على وين وعلى وين البطولة على وين وعلى درب البطولة على وين. فزت معانا بجائزة مقدمة من برنامج الكاس والناس قناة عمان الرياضية. هلا هلا فيهم ان شاء الله. حاضرين ان شاء الله. شربهم الشاي ويوزع عليهم. حاضرين الليلة بعزمهم. الليلة الليلة, الليلة بعزمهم. نسمع تحية إلى استاهل. تعال باك شو بشلمك. الموج الموج الأزرق بيدخل عليهم في بيوتهم. الله أكبر. هذا هاشتاق يقول كلنا مع النادي. أنت لابس أصفر؟ أول أنا قدام. هذا أصفر نادي الخابون؟ كلها يوم غاشي. إجابتك هذا الكورياتنا. هذا الكورياتنا. هذا الكورياتنا. صحماوي جاي صحماوي محمل الفوز وجاي. مشاهدين نحن في هذا المكان الجميل على الساحل في منطقة سور الشيادي بولاية صحم. الشباب ما شاء الله يلعبون على الشاطئ. ومثل ما استعلمت من الشباب اللي قاعد يتابعون التمارين أن الفريق اللي خلفي أيضا فريق سور الشيادي. تركوا الحشيش والملاعب المعشبة ويقول لك ما في أحلى من البحر وما في أحلى من تربة البحر والرياضة على البحر. زين؟ وإحنا نبي نسولف وندردش مع الرياضيين الموجودين على الساحل واللي يلعبون الكورة ونشوف هم هذول. ها؟ هم هذول اللي فيهم شغف الكورة والمباريات والدوريات والكاس. وبناخذ علومهم عن الكاس الغالية. السلام عليك. انت عارف عليك يا مازن سعيد علي حسن الشحي. مازن الشحي. مازن من وين يا مازن؟ من صحم قرية سور شاري. ما شاء الله. مازن نادي صحم بيلعب؟ بيلعب ان شاء الله. متين؟ يلعب تاريخ 30/4 من هالشهر. هي نعم يوم السبت. مع من؟ بيلعب مع الخابورة. قول مع ايران. مع ايران ان شاء الله. الخابورة اللي بيهزمون على هناك يحكم الملعب. يحكم الملعب هناك. ايش اللي يحكم؟ يحكم الملعب. زين زين انت الان محب للرياضه. هنا ومتابع للرياضه. نعم. كلمني عن فريقك. ايش اللي شفت نادي صحم بمختلف المباريات اللي قاعد يخوضهم الان نادي صحم؟ هل انت الان يا الشحي كمتابع لفريقك هل راضي عن ادائه سواء في الدوري سواء في الكاس؟ هل تتوقع ان الاداء الان اللي وصل اليه نادي صحم واللي قاعد يؤدي ومستمر فيه يأهل لأنه يأخذ الكاس؟ والله نادي صحم هو من 2009 يوم خاض الكاس صاحب الجلالة حفظ الله ورعاه. قل مستوى ما أنه هو هبط مرة واحدة لكن قل مستوى. نعم. حتى الجماهير يعني من بعد 2009 رديتوا؟ ردوا يعني انخفضوا. ما قمتوا تروحوا؟ لا نروح. احنا ما ودر فريقنا أبدا أبدا. أيوة أهم شيء أن نكون مع الفريق مرة أبداً. ما يوم فريقنا وصل للكاس يعني. نعم. ويوم فريقنا طاح ودرناه. نعم. توقعاتك بتروح تحضر المباراة؟ إن شاء الله. يقولوا مدرجات بتنترس من قبل ساعتين. تنترس من قبل يمكن الساعة 3 الظهر. وأنتوا هناك؟ إن شاء الله. هذا حب للفريق. نعم 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 نعم. يحمل اسم بلادك. نعم إن شاء الله. اسم عفوا ولايتك. ولايتي. زين بسألك سؤال. تفضل. أبى أشوف معلوماتك على فريق. تفضل. يقولك من هو صاحب هدف الفوز لصحم على النصر؟
محسن جوهر. سلام عليك. المتميز في الهجوم. المتميز هو اللي ينقذكم. هو هذه المباراة الثانية ينقذنا. وإن شاء الله مع الخابورة. إن شاء الله مع الخابورة بعد. كم جول بجيب؟ والله ربك عالم. لكن إن شاء الله يجيب. توقع الخابورة؟ أنا أتمنى حصحة. أتمنى حصحة بس يتوقع الخابورة. إجابتك هذا الكورة ياتنا، هذا الكورة ياتنا، هذا الكورة ياتنا، وهذا اللاعب ها شوفه هذا إن شاء الله مستقبله في نادي صحبة إن شاء الله. برنامج الكاس والناس ها، والقناة الرياضية قدموا لك هذا الجائزة المالية، ونبا نشوفك وين. لا هناك موجود الساعة 3 إن شاء الله نادي صحار إن شاء الله. إن شاء الله ونتمنى الفوز. إحنا نتمنى إحنا نتمنى إن شاء الله وإن شاء الله صح. وفي الأخير بياخذها و... إن شاء الله فريق واحد قلنا يران واحد. بالضبط بالضبط. شكرا لك. أحسنت. شو أخباركم؟ أشوفكم لابسين برتقالي وما وين ألوان نادي صحم؟ ها كيف حالكم؟ ها هين ألوان نادي؟ أيوة أشوف الشعار، أشوف الشعار نادي صحم. هني الولاء، هني الولاء للفريق. ها إيش اسمك؟ تركي محمد عبير الشيدي. تركي مستقبلك تتمنى للنادي؟ إن شاء الله إن شاء الله. نادي صحم، نادي صحم بيفوز النادي. ها ماشي عزيمة. شوف ماشي. وين الكابتن؟ وين الكابتن؟ تعال كابتن، تعال كابتن في النص، حنا نسولف معاكم كلكم زين. طبعا هذا برنامج الكاس والناس، برنامج خاص لمباراة الخابورة وصحم ووصولهم لنهاية ها؟ ما يدقوا سلف معنا خابورة، ما يدقوا سلف ابدا. بيفوز صحماوي طبعا. تعال 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 تعال. انتوا بتزعلين؟ ها؟ بتزعلين؟ احنا نتزعل بس في الورقة، لعب الورقة. لعب الكورة ما نتزعل. انا ابى اسمع شلة. ها؟ عندي 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 عندي. يقول لك صحماوي رايح رايح، صحماوي جاي، صحماوي محمل الفوز وجاي، صحماوي رايح رايح، صحماوي جاي، صحماوي محمل الفوز وجاي، يا سامع صوت ردد وياي، حيوا البطل صحماوي هو جاي. تمنيت انك تلعب في النادي؟ انا؟ ايه؟ تمنيت نعم. بس ما حالفني. ما حالفني الحظ. بس انت شكلك هني هاز منهم. لا لا. بسألك سؤال. تفضل. السؤال يقول كم مرة تأهل صحم للمباراة النهائية؟ مرة واحدة. كيف مرة؟ ترى مرة اللي خذ فيها الكاس وهذه المرة الثانية. مرتين. كم مرة؟ مرتين. صفقوا له. وداوم انك جاوبت صح لك جائزة 50 ريال. تحية كبيرة صفقوا له. جائزة مقدمة من برنامج الكاس والناس ها من القناة الرياضية. و أبس شلت عني وبروع عنك. أو ليلى ما شاء الله، ألف الصلاة على النبي صحماوي. أو ليلى ما شاء الله، ألف الصلاة على النبي الغالي. أو ليلى ما شاء الله، ألف الصلاة على النبي صحماوي. يستاهلون. تعال باك شو بشلمك. الموج الموج الأزرق بيدخل عليهم في بيوتهم. الله اكبر. هذا هاشتاق يقول كلنا مع النادي. انت لابس اصفر؟ اولا قدام. هذا اصفر نادي الخابور؟ كلها يوم غاكي. اجابتك هذا الكورياتنا، هذا الكورياتنا، هذا الكورياتك. صحماوي جاي، صحماوي محمل الفوز وجاي. يعقوب يوسف عبيد الفارسي. يعقوب يوسف. حتى الاسم رياضي. الحمد لله. حتى الاسم؟ رياضي. رياضي. يعقوب يوسف من ولاية صحم. زي بشوف على الكاميرا. أول حاجة إيش تشوف نادي صحم؟ والله أشوف نادي صحم حقيقة يعني نادي صحم مستوى أفضل عن بالضبط. وإحنا الحمد لله أن إحنا نشكر الله سبحانه وتعالى على أن وصل للمباراة النهائية. وبالنسبة للخابورة وصحم أنا أشوفهم بنفس الكفة متساوين يعني. وإن كان صحم إحنا نشوف إنه بيكون الأفضل عن الخابورة، لكن هذه المباراة من أي ناحية؟ من حقيقة الفترة الأخيرة نادي صحم نحس إنه يعني في تجانس أكثر عن المباريات الأخرى. ونتمنى إن شاء الله يأخذ البطولة يعني. تابعت مباريات الأخيرة نادي صحم؟
اكيد تابعت مباريات نادي صحم، واحنا كل مباريات نحضرها نادي صحم، ونادي صحم يعني هذا اقدر اقول لك ان احنا ننتمي الى هذا النادي، ونادي صحم في دم. انتوا خطيتوا في 2009؟ نعم. اعطوا ايرانكم هالمره. والله تبى الصراحه يعني ايراننا يستاهلوا، ايراننا يستاهلوا، ولكن انا اقول لك يعني كره القدم ما فيها عطني واعطيك، كره القدم تعطي الا يعطيها. نعم. سؤالنا يقول من هو مدرب نادي صحم؟ اقول لك الخيارات ولا تعرفها؟ لا، المدرب نادي صحم عبد الناصر المكيس. الله عليك، مكيس بالضبط. عبد الناصر المكيس هو مدرب نادي صحم وعامل شغل. لا الحمد لله، المكيس من مسك الفريق حقيقه يعني اداء الفريق تغير تماما يعني. المكيس عرف يوظف اللاعبين وعرف فعلا يختار العناصر المناسبه للفريق، والحمد لله على كل حال. باذن الله عطلناك عن التسوق. التشريف طال الله بعمرك هو وجودكم انتم يعني في ولايه صحم. بسمعنا بجائزه مقدمه برنامج الكاس والناس القناه الرياضيه. الف مبروك ونتمنى لكم التوفيق. شكرا، حياكم الله. جزاكم الله خير، احسنتم. تعرف عليه قيس بن راشد الكحالي. قيس الكحالي منطقه ايش في صحم؟ محله كحاحيل. حله الكحاحيل. بتروحوا للمباراه 100%؟ هو يروح المباراة؟ ها؟ 100%؟ حتى ريونها تحسبون الأيام مثل المباراة؟ نحسب الأيام والدقائق والساعات. علشان على أساس الكاس غالية؟ الله. خضيتوه وحسيتوا فيه في 2009 يوم خضيتوا الكاس، واللي يحس فيه قضاها مرة يقول إني أنا أباها مرتين وثلاث وأربع، ولكن ترى الخابورة لهم رأي ثاني. لا لا لا، الخابورة أول شيء نهني نادي الخابورة ونادي الصحم على وصولهم إلى الكأس. ولكن الأفراح أذكرك أفراح 2009. 2009 نحن عشنا في أفراح يعني لا تنوصف. ويعني والحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله نريدها. باغينها. بتحضر المباراة أنت؟ 100%. كيف ما أحضر؟ الساعة كم بتروح؟ قبل المباراة بساعتين. ساعتين؟ أي البشر قامت حصل كرسي. لا لا لا. والناس يقولك من الظهر. موجود. زين سؤالنا يقول من هو رئيس نادي صحم تعرفه؟ ليش ما اعرفه؟ الشيخ عادل فارسي. الشيخ عادل بن عبد الله الفارسي. الفارسي بالفعل اجابتك الاجابه الصحيحه، الشيخ عادل بن عبد الله الفارسي هو الرئيس نادي صحم. فاسمعنا بجائزه مقدمه برنامج الكاس والناس من القناه الرياضيه، تستاهل. وتمنياتنا لنادي صحم ولنادي الخابوره، ولكن الفائز ما ان شاء الله نتمنى الفريق، لان نحن جيران واخوان يعني، وتكون مباراه ما بتخالف. لا 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 لا، ان شاء الله تكون مباراه قويه وتكون ديربي الباطنه ان شاء الله. شكرا ان شاء الله. صحم او الخابوره نحن واحد. حياك الله، ما قصرت. شكرا، تفضل. مشاهدينا وصلنا معاكم للختام. مثل ما قلنا بالحلقه الماضيه نذكر ان نريد تشجيع مختلف. حلو ان نسمع الصحام بفنونهم الشعبيه واهل الخابوره فنونهم الشعبيه وبالتشجيع الحضاري وبالتشجيع المتطور، ولكن في الاخير نبى تشجيع خالي من 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 نقول من 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 التعصبات والمشادات، وهذا ينازع هذا وهذا يتكلم على هذا. في الاخير احنا ابناء محافظه واحده، والكاس ما بيطلع من هذه المحافظة. ونعم مع التشجيع الحضاري ومع التشجيع الجميل، وفي الأخير احنا كلنا أخوة. وصلنا معاكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من مسابقة الكاس والناس، جمهور صحم وجمهور الخابورة. لا تنسون الموعد نهائي الكأس الغالية. مع السلامة. تعال باك شوي بشلمك الحين الخاص منك سح الموج من قلب الموج من قلبه من قلب الموج الموج, الموج الأزرق يدخل عليهم وفيوت. الله أكبر، كل وارد يفوز الخابور. هذا الكورة يا إن شاء الله الفريق يعني يبشر بالخير إن شاء الله. معلومة كرتين صحمة وجاي، صحمة ومحمل الفوز وجاي.